وبعدين شكله ما راح يجي. شنو تبينا نسوي؟ خلينا ننطره بعد نص ساعة، إذا ما وصل نبدل ونروح بيوتنا. تقل ما راح يسوي لنا مشكلة. المشكلة اللي راح يسويها أهون من المشكلة اللي راح تسويها السعلوة اللي هددتك أمس. عدل كلامك. شو مقعدكم هني لهالحزة؟ ليش مو رايحين أماكنكم؟ شلون تبينا نروح في ناس قاعد تهددنا؟ أي ناس؟ المرة اللي قلت لك عليها أمس. يبا ما راح تشوفون لا مرة ولا ريال. يلا توكلوا على الله. مرة ثانية ما بيكم تهدون مكانكم ولا دقيقة، مفهوم؟ وإذا لقيناها؟ شنو لعب يا حاله؟ أقول لك ما راح تلقون أحد، تقولي لي إذا لقيناها؟ زين ترى الياه اليوم ما عطونا إياه. الياه المريض، روحوا اليوم بدونه. يلا هدية. يلا أنا لازم أروح. ما تخليني بروحي، توصليني لي مكاني. أوصلك بس لازم أروح. أوكي. يلا امشي. طمنتي؟ مو موجودة. بنتي طمنت بس خاف الطب علي. بعد ليش تخافين؟ خلاص جابر كان قاعد يتكلم وايد بثقة، يعني معناته تصرفوا معاها وما راح توطوطني بعد. يلا روحي. زين حبيبتي مشكورة. ديري بالك على نفسك. إن شاء الله وأنتي بعد.